حياكم الله مجددا في أهلا. من الموضوعات القديمة المتجددة دائما واللي لا يخلو المشهد من الحديث عنها، وإذا قلت المشهد أنا أقصد المشهد الاجتماعي، المشهد العقاري، مشهد مواقع التواصل، ضمولها المجالس، كل مكان الحديث عن العقار لا يكاد يقف، ودائما يلمع أمامنا الشعار اللي نسمعه من زمان إلى اليوم، العقار الابن البار. اليوم في حوارات كثيرة ومتسعة حول ارتفاع أسعار العقار، إلى متى ستستمر؟ هل ستنخفض؟ القادم، المستقبل، الرؤية لهذا السوق الكبير جدا والمؤثر والمتماس اليوم مع حياة الناس. سمعتم في التواصل الاجتماعي، في المساحات، في البرامج، في الحوارات، كثير من الآراء والتحليلات والقراءات حول هذا الموضوع. اليوم حبينا في أهلا أنه نقدم قراءة متخصصة جدا من شخص من عمق وقلب المشهد، من الأشخاص القريبين جدا من هذا الأمر ثقافة واستثمارا وتخصصا وممارسة ومعايشة، حتى لنحاول أن نقدم صورة أوضح في هذا الموضوع. اسمحوا لي أن أرحب معي هنا في الاستوديو بالمختص في الشأن العقاري والإسكان الأستاذ عايد الهرفي. أستاذ عايد مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساك الله بالخير، حياك الله أستاذ مفرح، حيا الله الأخوة المشاهدين الكرام. طال أهلا وسهلا. الحديث عن أسعار العقار لا يقف، كل يوم نسمع عشرات التصاريح عن هذا الموضوع. صدق. اليوم نبغى ناخذ رؤية من شخص مختص، وش الأسباب الحقيقية اللي جعلت العقار اليوم بهذا الارتفاع؟ أولا أستاذ مفرح، موضوع الارتفاع الأسعار هو موضوع ذات أهمية لأنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، وأيضا له أثار سلبية في المدى البعيد والقريب على الاقتصاد الوطني، وأيضا في تحقيق جودة الحياة اللي هي تعتبر كأهم برامج رؤية 2030. أما الأسباب اللي ارتفاع أسعار الأراضي فأحطها بعدة نقاط وهي مترابطة في بعض. طيب. أول نقطة هي زيادة الفجوة بين العرض والطلب. العرض اللي موجود الآن في السوق العقاري غير قادر على تدارك الطلبات اللي متزايدة في السوق، فلاحظ أن طال عمرك كل ما زاد الطلب وقل العرض ارتفعت السعر، وهذه قاعدة اقتصادية تنطبق على جميع المجالات الاقتصادية. أيضا طال عمرك تعثر المشاريع وتأخرها لها دور، يعني الآن المستفيد تتكلم عن مشاريع الإسكان، مشاريع الإسكان لأن هي المفروض أن المشاريع هذه يبقى لها دور في سد الفجوة بين العرض والطلب. أنا قلت لك عدة نقاط تكون مترابطة، التعثر المشاريع وتأخرها تراها للدور في قل العرض وزيادة الطلبات كل سنة عن سنة يزيد عن السنة التي قبلها. فلاحظ أن في تقارير إعلامية نزلت اطلعت عليها ومعروفة، وتقارير صحفية تكلمت عن مشاكل المستفيدين ومشاكل المشاريع. أيضا في استطلاع للرأي، يمكن من أكثر استطلاع جذب انتباهي استطلاع نزلته جريدة عكاظ في 17 مايو 2022، أظهرت نسبة عدم رضا المستفيدين من المنتجات السكنية والعقارية. توقع أستاذ مفرح الله كم عدد كم النسبة؟ نسبة عدد المستفيدين كم النسبة المنشورة في عكاظ؟ أكثر من 84%. هذا متى منشور؟ في 17 مايو 2022، هذا العام. نعم. تقول إن 84% غير راضين. غير راضين، وهذه نسبة بالنسبة لي عالية جدا، وهذه تعتبر أيضا من أسباب ارتفاع الأسعار. غير راضين من جودة المنتج نفسه ولا عشان موضوع التعثر والتأخر في بعض المشروعات؟ كلها في ثنتين، يعني في الجزئين كاملة. يعني أنا اطلعت على تقرير نزل في عدة قنوات منها قناة الإخبارية بسبب المنتج نفسه وأيضا بسبب تعثر المشاريع. في نقطة ثانية اللي هي احتكار المطورين العقاريين، وأيضا الخبرة اللي تكتبها المطور السعودي، أنا بالنسبة لي نظري أنها خبرة ما زالت غير كافية لتدارك السوق. وهذا أشير إلى كلمة سيدي ولي العهد حفظه الله التي في عام 2021 عندما قال أن أكثر من 95% من المطورين العقاريين في المملكة بدائيون، وأيضا المملكة بحاجة لمطور عقاري قوي. إذن نتكلم عن المطور العقاري هو جزء بسبب تعثر المشاريع، وأنا قلت لك في البداية كلامي هي عدة نقاط مترابطة مع بعض.
ايضا في نقطه في لكن بس اذا تسمح لي عند نقطه المطور العقاري وخبره المطورين، كيف حكمنا اليوم على ان خبره المطور العقاري السعوديه غير كافيه لما هو موجود في السوق؟ تعثر المشاريع، لانه الحين المطورين اللي يسمعوا هذا الحديث اكيد عندهم تعليق او توضيح او وجهه نظر مختلفه في الموضوع. تعثر المشاريع اللي موجوده، التقارير الاعلاميه تذمر المستفيدين. الان تتوقع لو المشاريع كانت ناجحه حنشوف ان نسبه الارتفاع الاسعار مرتفعه؟ لا، بس هل هي عائدة بالدرجة الأولى إلى موضوع الخبرة؟ نعم بالدرجة الأولى أنا في نظري. طيب. أيضا طال عمرك عدم السماح للشركات الأجنبية في الدخول في السوق العقاري وفي السوق الإنشائي والمطور الأجنبي، يعني أستاذ مفرح فيه مشاريع سكنية قبل 40 سنة قامت فيها شركات أجنبية إلى الآن في جودة عالية، في جودة عالية إلى اللحظة هذه. السماح للشركات الأجنبية بالدخول هيخلي التنافس بين الشركات المحلية وبين الشركات الأجنبية تنافس، هيستفيد أيضا المطور السعودي من المطور الأجنبي، هتصير شراكات بين المطورين. لكن هذه مش ممكن تكون تأثيرها سلبي على المطور السعودي اليوم اللي من حقه أنه هو يقدم هذه المشروعات؟ لا في نظري بالعكس. أنا بعطيك الآن الدور السعودي عندما سمحوا للاعبين الاجانب بالدخول في الدوري السعودي، وكان في كانت النتيجه استاذ مفرح. اي بس في فرق قياس كبير، يعني انا معك في القياس، انا معك إيه؟ بس بالعكس دخول الشركات الاجنبيه هي كلها دور ايجابي في السوق. الاحتكار اللي صاير هو الان اللي سبب تعثر مشاريع كثيره، يعني مستفيدين كثير تعثرت مشاريعهم. بس انت تشوف الحل لهذا الاحتكار انه نجيب شركات اجنبيه تنافس المطور السعودي، ولا انه نرفع من كفاءه المطور السعودي؟ نشتغل في خطين، تطوير المطور السعودي واعطاء دورات وتثقيفه، وايضا في نفس الوقت سمح للشركات الاجنبيه بالدخول السوق السعودي. تسمح لها بشكل مطلق ولا بنسب معينه؟ انا في نظري وجهه نظرك، يعني وجهه نظري الان في الوقت الحالي بسبب تعثر المشاريع مطلق بشكل مطلق. نعم. طيب وجهة نظر جريئة في هذا الموضوع حقيقة، ويعني تقبل الاتفاق والاختلاف. قلنا الفجوة بين العرض والطلب، تعثر المشروعات، احتكار المطورين، خبرة المطور، عدم السماح للشركات الأجنبية. نعم. مش غيرها من الأسباب هذه اللي وجهة نظر هذه معظمها. إيه نعم. طيب النظرة القادمة، خلني أكلمك إذا تسمح لي أستاذ عايد عن القادم القريب. طيب هل سنشهد استمرار في هذا الارتفاع ولا انخفاض من رؤيتكم وعايشتك للمشهد؟ إذا تم معالجة الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وأيضا شفت تحرك قوي وجاد من الجهة المعنية بالأراضي في حل المشكلات ومشكلات الأراضي ومشكلات التعثر، سوف نرى نزول ونزول تبعا. طيب مشكلات التعثر واضحة، مشكلات الأراضي وش هي؟ اللي هي الأمن العقاري. هذا في نظري هي مشكلة كبيرة لازم تعالج. الأمن العقاري له دور، مشكلة المخططات، تطوير المخططات، المطورين أيضا لهم دور إلى آخر. طيب اليوم جالسين نسمع ونشوف صح في مساحات تويتر، في مواقع التواصل، سناب شات، في كل مكان في تحليلات يومية لموضوع العقار بصراحة مطلقة. أنت من خلال مشاهدتك لهذه التحليلات تشوف كم نسبة الصواب منها وكم نسبة اللي سببت فوضى وعدم وضوح للناس؟ شوف تحدد غير المختصين أي؟ ونشر تحليلات غير واقعية هي من أكثر القضايا اللي تتعرض لها السوق العقاري في المملكة العربية السعودية. فالسوق العقاري تحدد غير المختصين ونشر تحليلات سبب تضرر في كثير من المستفيدين، وارتفاع هم أنا في نظري أيضا في من أسباب ارتفاع الأسعار سبب أيضا. كيف؟ من الأسباب كيف؟ التحليلات اللي صايرة وأيضا كثير من المشاهير يمدحون في مشاريع سكنية بالأخير المشاريع السكنية تعثرت وأنت أدرى أستاذ مفرح. طيب الـ بنيجي لسالفة المشاهير، بس سالفة غير المختصين هم الغالبية اليوم في المشهد ولا الأقل؟ يعني كم نسبتهم ولو نسبة تقريبية؟ أنا أتوقع هم الغالبية، يعني توصل ل 80% مثلا؟ أتوقع توصل ل 90%. أوف نعم هذه نسبة عالية جدا. أنا هذا اللي أراه. طيب يعني تقول للناس اليوم في مواقع التواصل إنه لا تسمعوا لهم؟ نعم نهائيا. نهائيا والله 90% نسبة عالية أنا في نظري. طيب وين دوركم أنتم الآن؟ يعني وين دور المختصين اللي حياتهم في العقار وفي الاستثمار العقاري عشان يغطوا هذه الفجوة الثانية؟ أنا نرى هذه دور الآن الهيئة العقارات، الهيئة العقارات الآن، هيئة العقارات الآن هي اللي لها دور كبير في التوعية، في تثقيف المجتمع، في جعل من يحلل في السوق العقار هو الشخص المختص أن يمتلك تصريح من الهيئة العامة للعقار.
هذا مقترح جديد. نعم. انه اللي يحلل اليوم او يتكلم عن العقار في موقع التواصل يكون مختص. نعم. او يعاقب. انت مع انها يسن نظام؟ نعم. في هذا الجانب. نعم، اذا تسبب بخسائر نعم يعاقب. ما هو كيف اعرف انه تسبب في خسائر؟ يعني اذا كان سوق، بعض التحليلات اللي اشوفها انا في سوق العقار كان هدفه معين ماسك قيمة الدعاية أو هدف معين في مشروع معين سكني، هذا اللي أشوفه أنا. طب خلنا ناخذ الجانب الثاني إذا سمحت لي أستاذ عايد عشان ننور الناس. اليوم بما أنها نسبة 90% يعني نسبة كبيرة، وش أهم الأخطاء اللي تطرح في 90% وتقول للناس انتبهوا منها؟ إيش القراءات الخاطئة اللي تسوق كثير اليوم؟ الأسعار، التسويق للأسعار. يعني في بعض التحليلات يخلي الإقبال على مخطط معين بسبب التحليلات إقبال، فيما يسبب معه طلب أكثر والعروض في أقل، بسبب ارتفاع الأسعار. هذه وجهة نظري. الأسعار اللي تقال من قبل هذول التسعين أسعار مغلوطة تماما؟ ما هو تماما، فيها يعني متقاربة لكنني غير مختص، غير متخصص في العقار. طيب قبل شوي تكلمت على نقطة مثيرة أيضا بخصوص إعلانات مشاهير التواصل لبعض المنتجات العقارية. نعم. هذه إيش مدى ضررها من فائدتها؟ في نظري ان المشاهير إن غير مختص في العقار، لانه يقوم بالدعايه، هو قابض قيمه الدعايه، مجرد ان يسوق للسلعه او منتج سكني ما يتاكد من جوده المبنى، من جوده المنتج الى اخره. ايضا في نقطه بتطرق لها استاذ مفرح، احنا نتكلم الان إن سوق العقار هل في نزول ولا لا. في نقطه ان استمعت إلى مقابلة الأستاذ نايف الشريف وهو مساعد الأمين. هو أمين وافي. أمين وافي، وأوجه له تحية. عندما تكلم عن موضوع البنود وبنود العقود، فأنا شعرت كمواطن من خلف الشاشة أن البنود الموجودة في العقود هي من مصلحة المطور رقم واحد. اثنين، أنت وجهت له سؤال، قلت له إذا تعثر سنة سنتين ثلاثة وما زال التعثر مستمر، أجابك أنه يترك. هل مواطن اتجه بعد 3 سنين يدفع إيجار وفي نفس الوقت يدفع أقساط المطور العقاري بعد 3 سنين يقول يترك؟ هذا في نظري أن المواطن عندما راح، هو شوف هو ما قال يترك بالضبط، هو قال أنه في نص العقد في خيارات عنده، إذا حب أنه ينسحب يعادل المبلغ كامل. طيب. إذا حب أنه يكمل يأخذ 7% اللي أصلا لها طريقة ثانية في طيب. التحصيل. المواطن عندما ذهب إلى وافي، لأنها تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية، راح هو الآن بثقة أن هذه المشاريع غير متعثرة، كان الأجدر أنه يوجد بديل بمشروع آخر يضع فيه، لأنها تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية، لأن هذا عندما كتب عقد سجل في وزارة الشؤون البلدية والقروية من نسبة المستفيدين من المنتجات السكنية. فالأجدر إذا صار تعثر ويسحب علاقته، هل ينشال اسمه من النسبة؟ لابد أن يضع له مشروع بديل، وهذه أيضا تراها من الأسباب. عندما ينسحب ده يتجه للسوق الآخر، السوق، فهذا يسبب ارتفاع، يسبب خلل في السوق. هذه وجهة نظري أيضا. يعني الحل إيش هو من وجهة نظرك؟ الحل يعني في هذه النقطة اللي أنت ذكرتها الآن، فكرة التعثر والتأخر، أنا وجدت إيجاد بديل يسعد المواطن لتحقيق جودة الحياة التي هي من مستهدفات رؤية 2030. بهذه المناسبة قرأت خبر في جريدة عكاظ تكلم عن أن البلديات أفسدت جودة الحياة. زين ولا؟ أنا بنوّل عن عنوان. هذا خبر ولا تقرير ولا تقرير؟ تقرير من مجلس الشورى، من أعضاء مجلس الشورى، نزل طال عمرك في تاريخ 25 يونيو 2022. عنوان قاسي، بس أنا في وجهة نظري مع أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أفسدت جودة الحياة، يعني بموضوع مثل مشاريع متعثرة. يعني أفسدت بهذا اللقب، بهذا المسمى، أنت تتفق معه؟ أنا أتفق معه بسبب المشاريع المتعثرة. تشوف أنه لقب قاسي أكثر من اللازم أنه يطرح اليوم على الوزارة؟ أنا حنا دائما نهدف للنقد البناء، وأنا عارف أن الوزارة تتقبل النقد البناء لهدف تحقيق الرؤية. كلنا الآن في مركب واحد لتحقيق الرؤية 2030. بس كيف يعني اشرح لنا اليوم اللي جالس يسمعنا ويسمع هذه المفردة الصاخبة جدا، يبغى يعرف ايش يعني كيف افسدوا. اول خطوة طال عمرك الآن في موضوع المشاريع المتعثرة، مشاريع الإسكان. مواطن له 3 سنين
يدفع اقساط وفي نفس الوقت يدفع ايجار. امله هو زوجته واولاده ان يستلم هذا المشروع. بعد 3 سنين المشروع متعثر، كان مفروض تبقى خطط بديله لدى برنامج وافي، لدى وزاره الشؤون البلديه والقرية، توفير مشروع بديل. ما بقول له تعال الغي العقد وروح ابحث لك عن مشروع اخر، انا يكون عندي مشروع بديل وجاهز، يكون عندي خطه هيكله لهذه المشاكل. بس المشروع البديل استاذ عايد وش تقصد فيه؟ انه يكون عندي سكن بديل جاهز؟ نعم. طيب اذا انا بوفر سكن، كيف هو وقع سكن بالاول؟ مين اللي مفروض يوفر البديل هذا؟ المطور ولا الوزاره ولا وافي؟ انا في نظري برنامج وافي، لان هذول كلهم تحت اشراف برنامج وافي، كل المطورين دول تحت اشراف برنامج وافي اللي تحت مظله وزاره الشؤون البلديه القرويه. هذه وجهه نظري. طيب وجهة نظر يعني تخصك، وأنا بس إذا تسمح لي بس أقول كلمة مهمة جدا، أنه فيما يخص وافي وفيما يخص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كالعادة في كل ما يطرح في هذا البرنامج لهم حق التوضيح، التعليق، الرد، القبول، الاتفاق، لأنه إحنا على مسافة واحدة من الجميع، وكل وجهات النظر والآراء تخص أصحابها فيما يطرح على هذه الطاولة. أرجع لك إلى نقطة الأسعار أستاذ عاد إذا تسمح لي. اليوم لو جاء أحد واستشارك قال لك أشتري عقار ولا ما أشتري، أدخل في هذا الموضوع ولا ما أدخل، بإيش تنصحه؟ ما أقدر أجاوب. ليه؟ لأني ما أدري توجه جهات المعنية، هل تقوم بمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار أو لا. أنا في نظري إلى الآن لم أرى شيء على أرض الواقع. قبل 2 أو 3 عام 2018 أو نهاية 2018 شفت توجه من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة كثير من القضايا، ورأيت معالجة كثير من القضايا إلين بداية 2020 تحلت قضايا أنا مطلع عليها، وكان هذا سبب في زيادة العرض من الأراضي في السوق. وكانت وقتها المكلف معالي الوزير ماجد القصبي، فكان توجهه جدا مواكب لجميع مستهدفات رؤية 2030، لأن كثير من القضايا والمخططات تم حلها. أنا مطلع على عدة قضايا، فهذه القضايا عندما تنحل فهي تضخ منتجات جديدة عن طريق القطاع الخاص إلى السوق. هذه وجهة نظر، وبالتالي تعالج الموضوع الأول اللي أنت قلته اللي هي الفجوة بين العرض والطلب. نعم نعم. طيب إيش أهم الحلول اللي لازم تكون اليوم عشان تنخفض الأسعار؟ سد الفجوة بين العرض والطلب. بسدها كيف؟ اليوم تخيل جابوك على طاولة وقالوا لك أستاذ عايد تفضل نبغى مشورتك في الموضوع. مشورتي أولا سد الفجوة بين العرض والطلب، أولا بزيادة المنتجات. بس كيف؟ بزيادة المنتجات، بالسماح للشركات الأجنبية بدخول السوق، بتطوير المطورين العقاريين، وضع عدة يعني أنواع من المنتجات السكنية أمام المواطن. في نفس الوقت لازم أعمل على حد المشاريع المتعثرة، لازم أجد لها حل. مو معقول السنة 2 3 وأقول هذا البند للمطور، هذا البند للمطور، لا، لازم أجد حل. أدعم المطور ما عندي مانع، وأدعم المستفيد، نصل لحل يرضي الأطراف كلها. هذه في نظري سد الفجوة بين العرض والطلب. طيب المطور أنت تشوف أنه جومل كثير، تمت مجاملاته كثير في موضوع البنود والعقود الموقعة؟ نعم أنا في نظري نعم، لأني أنا أشوف بعض الشركات عندها مشاريع متعثرة ويعلن على مشروع الثالث. ما أدري المفروض إيش؟ المفروض أنه يهتم في المشروع الأول يسعد المواطن. طيب اليوم لو في بند يجب أن يضاف إلى موضوع العقود الموقعة ما بين المستفيد والمطور، وش هو؟ أنا نظري بحيث أنه ما يسمح بحدوث هذا التعثر. أول شيء الشرط الجزائي، يستحق للمواطن سواء ترك أو انسحب أو استكمل، أم ينتظر 3 سنين ويتحمل خسائر إيجار سكن له ولعائلته، في نظري هذا أهم شرط عندي. طيب بخصوص الكلام عن الشرط الجزائي، نسبة 7% المفروضة عن التأخر اللي موجودة، تشوف أنها نسبة كافية وبالطريقة اللي جالسة تحصل فيها ولا لا؟ لا لا كافية، لأنهم هم كافية. حاطين طريقة التحصيل أنه تضم إلى الأقساط وتسدد في الأخير، تخصم في الأخير. لا في نظري هذه مرضية، 7% مرضية. نعم. طيب مرضية كنسبة، هل هي مرضية كآلية تنفيذ؟ آلية التنفيذ يحتاج إلى عادة هيكلة. كيف؟ بمجرد أنه يتم من يوم ينتهي التاريخ تعمل على مساعدة المواطن في موضوع الإيجار اللي يدفعه. هذا اللي أنا أراه
إذا كان برنامج وافي ما وضع إلى الخدمة المطور وخدمة المواطن، فلابد أن يضع هيكل لهذه المشاكل. طيب إذا جاك سؤال أو استفسار وقال لك يا أستاذ عايد أنه الارتفاع اليوم حاصل في العقار وحاصل في غير العقار، يعني إجمالا ولو أسبابه المرتبطة عالميا ولو أسبابه المرتبطة غير، هل تتفق مع هذا الكلام ولا تشوف أنه لا السوق العقاري له مسبباته الخاصة جدا اللي مفروض ما يرتفع فيها؟ إيه نعم له مسبباته الخاصة المفروض ما يرتفع فيها، اللي هي الأسباب اللي ذكرتها. نعم. طيب من خلال أيضا معايشتك للواقع تشوف أنه في خطوات للحل ولا لسه؟ لا في جهود تبذل من الوزارة، في جهود أنا شفت تبذل بس إدها تطوير، ولكن في جهود ملموسة في أرض الواقع. حلو. طيب اليوم أنت من الناس العريقين في هذا المشهد، خلني أقول إحنا نتكلم على 20 سنة وأكثر يمكن، وصحيح لي إذا كنت مخطئ، من متى أنت موجود في السوق؟ من 20 سنة وأكثر. من أكثر من 20 سنة. هل جربت أنك توصل هذه الأفكار والحلول والمقترحات إلى المسؤولين إلى التنفيذيين في هذا الموضوع؟ نعم. كيف كانت النتيجة؟ يعني ما أتمنى أنهم يسمعون الصوت الآخر. أتمنى من الوزارة تعطي وقت انها تسمع الصوت الاخر، هذا اللي اتمناه منهم فقط لغير. الصوت الاخر المقصود فيه النقد البناء. من قبل امثالي من المختصين. نعم. طيب تعتقد انه اليوم عندنا مجموعه من المختصين كافيه انها تقدم هذه الحلول؟ نعم. يعني عندنا اسماء. نعم. عندنا كوادر سعوديه، نعم، كافيه وقويه وعندها امكانيات كبيره جدا. المطلوب انه الوزاره تسمع. نعم. طيب اليوم إذا عندك رسالة أو مجموعة رسائل تبغى توجهها في هذا الشأن، لمين توجهها وإيش تقول فيها؟ أول الجهة المعنية لابد أن تسمع، لابد أن تجد حلول لمشاكل المتعثرة. أيضا للمواطنين أن يسمعوا من المختصين العقاريين، هذه أهم نقطتين أبغى أتطرق لها. طيب ممكن يقول لك اليوم أستاذ عايد مواطن الحين جالس يتابعنا، نعم، أو أحد بيشتري يقول لك أنا كيف أميز إن هذا مختص ولا ما هو مختص؟ كيف أعرف؟ هذه الدور خاصة إن الناس ما هو كلهم يفهموا في العقار. هذه الدور الهيئة العامة للعقار أن تعطي تصريح لمختصين بشؤون العقار، هي الجهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية القروية. اليوم إذا حطينا عنوان عريض، لأنك كررت هذه الفكرة للمرة الثانية، إذا حطينا عنوان عريض إنه عايد الهرفي يطالب بوضع أو سن نظام لمن يتحدث عن العقار. نعم. ويعاقب كل من يخالف هذا النظام. نعم. من غير العقاريين. نعم. طيب أوصف لي المختص بالعقار هذا وش مواصفاته؟ لازم يكون دارس متعلم ممارس. نعم. وش بالضبط؟ ممارس يعني؟ متعلم. لابد التعليم له دور، أيضا له خبرة، لابد أن تكون له خبرة في المجال العقاري. ما هو معقول أجيب واحد غير ما له خبرة وغير متخصص غير متعلم أقول مختص بالعقار. هذه وجهة النظر. طيب برجع لك قبل ما أختم سؤال سألتك فيه قبل شوي وقلت لك عن التوقعات المستقبلية لانخفاض الأسعار، وقلت لي إنها مرتبطة بإنجاز الحلول وفقا لرؤيتك إنه في بعض الجهود تبذل، كم تتوقع من السنوات قدامنا عشان يستقر سوق العقار؟ طبعا هذا إذا اتفقنا إنه الآن غير مستقر. حسب الجهد المبذول أيضا من حل المشكلات، حسب الوقت اللي تاخذه الجهة المعنية من حل المشكلات المتعلقة بالعقار من أسباب الارتفاع. في توقع معين عندك للسنوات؟ لا لا في متوقع. التوقع مبني على الجهد الذي على الجهد المبذول. نعم. أستاذ عايد شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. شكرا للأستاذ عايد الهرفي. حوار أستطيع أن أقول أنه مختلف في هذا الموضوع، جريء في كثير من نقاط طرحه فيما يتعلق بالأسباب المتعلقة. أرجع أقول النقطة اللي ذكرتها في منتصف هذا الحوار، أنه كل هذه الآراء المقترحات وجهات النظر الرؤى التي تطرح تخص ضيفنا الكريم، من حق وزارة شؤون البلدية القروية والإسكان، من حق وافي، من حق حتى العقاريين أو المطورين الذين يشاهدون هذه الفقرة وهذه الحلقة أن يعلقوا أو يوضحوا أو يردوا. ودائما وأبدا يا هلا منبر مفتوح للكل ومنصة تسع الجميع، ونقف فيها على نقطة واحدة من الجميع. بنروح إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل نكملين معكم.